اللي من الوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على فيسبوك، وان علي معلول يهدد برحيل طبيب الاهلي، خبر ليس له اي اساس من الصحه، مش واقعي اصلا ومش موجود ولم يطرح من الاساس بشكل كامل. يعني هو هنا بيتكلموا في متن الخبر، اصل طبعا علي معلول زعلان ان الاصابه رجعت له تاني، واحنا شرحنا لحضراتكم كتير في اكتر من حلقه موضوع الاصابه في العضله الخلفيه ووضحناها بشكل مفصل. لكن في نفس الوقت كان في تصريحات لسهير الشمل، اعتقد اسمه كده سهير الشمل، ده طبيب منتخب تونس، واللي اكد بشكل قاطع ان علي معلول رجع لتونس من غير ابدا ما يكون زعلان ولا في اي مشاكل اطلاقا يعني، وان ده امر وارد ان الاصابه تعاود اي لاعب ولم او لا تتعلق بمده محدده. ان يجي لعيب يكون عنده اصابه في العضله الخلفيه فبالتالي يقعد مثلا سي 10 ايام فيبقى كويس، لا الموضوع ملوش علاقه بالمده. انت بتعمل برنامج علاجي بتمشي عليه بحذافيره، لكن بتبقى اقدار، وده اللي حصل مع علي معلول. لكن الربط ما بين ده وده، ده امر غير موجود على الاطلاق يعني. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر بيتعلق بعلي معلول ايضا، وهو طبعا نجم كبير فطبيعي الكلام كتير يكون على علي معلول. اليوم السابع وحسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا الاهلي يترقب موقف علي معلول من اللحاق بلقاء القمه. النسب كبيره باذن الله تعالى ان علي معلول يلحق هذه المباراه. المباراه هتكون امتى؟ يوم 18 ابريل، يعني قدامك اسبوعين، لا قدامك 20 يوم كمان على المباراه دي. فبالتالي علي معلول فرص لحاقه بهذه المباراه موجوده، وهيكون في محاولات مكثفه للحاق علي معلول، مش عشان يلحق المباراه دي بس، لا عشان علي معلول يبقى جاهز مختلف التحديات. طبعا مباراه الزمالك مباراه مهمه ومباراه قمه بكل التاكيد، وهتبقى مفتاح لعب علي معلول بالنسبه لك مهم جدا ان هو يكون موجود، فهتحاول ان انت تجهز اللاعب لهذه المباراه، ده امر مؤكد. لو علي معلول شارك في تدريبات النادي الاهلي قبل هذه المباراه بيومين او ثلاثه هيكون متاح للجهاز الفني، لو تاخر عن كده خلاص هيبقى الموضوع صعب شويه، لكن اعتقد نسبه اكبر انه يلحق باذن الله تعالى. طيب خبر اخر هو بيتعلق باحد لاعبي ونجوم النادي الاهلي، وهو محمود عبد المنعم كهربا. الاهلي يضع كهربا تحت التقييم حتى نهايه الموسم. طيب عشان نبقى بنتكلم بواقعيه وبمنطقيه، كهربا عمل مشكله اثنين في النادي الاهلي؟ اه فعلا حصل. النادي الاهلي عمل ايه؟ عمل عقوبات على طول وما بيتاخرش وبيعلن في الحاجات دي، الاهلي ما بيهزرش. لكن اللي خلى فيه كلام كتير كده على كهربا مين؟ هو كهربا نفسه. لكن الكوره لسه في ملعب كهربا، هو اللي يقدر يغير كل الكلمات دي او كل الانتقادات او كل الاخبار اللي بتتعلق برحيله عن النادي الاهلي، هو الوحيد اللي يقدر يغيرها. الكوره في ملعبه، كهربا موجود في النادي الاهلي، مجرد انتهاء العقوبه هيكون موجود في التدريبات، بالتالي ممكن يكون متاح للجهاز الفني في المباريات على حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. اخبار كتير بتطلع على ان موسيماني عفى عن كهربا، موسيماني لم يعفو عن كهربا، الكلام كله مش حقيقي. الحقيقي هو اللي هيحصل بعد ما ينتهي الايقاف. الامور ماشيه بشكل طبيعي، كهربا لاعب مهم في صفوف النادي الاهلي واكيد هيكون مؤثر خلال الفتره اللي جايه، وده اللي انا واثق منه وجمهور النادي الاهلي واثق فيه بشكل كبير جدا، لان انت عندك بطولات عديده وكهربا احد العناصر الموجوده في القائمه والعناصر الفعاله في الحقيقه، وارقامه كلها بتقول كده. فبالتالي كهربا قادر على تحسين الصوره وقادر على اثبات اهميه تواجده في تشكيل النادي الاهلي سواء الاساسي او كبديل على حسب الرؤيه الفنيه. في كل الاحوال كل الدعم الكهرباء، واكيد للنادي الاهلي اي امر تربوي اكيد النادي الاهلي ما بيتاخرش فيه، في نفس الوقت لاعب مهم جدا، واحنا عارفين سيستم النادي الاهلي في التعامل مع مثل هذه الامور. نتمنى كل التوفيق للنادي ولكهرباء باذن الله. طيب حساب جول مصر على تويتر واللي قال بناء على موقع كفر ووتر السوداني، واللي قال مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا ستقام بدون جماهير، الاتحاد السوداني حذر من دخول الجماهير لملعب المباراة تفاديا لانتشار وباء كورونا، وده الأقرب وده الأفضل في كل الأحوال في الحقيقة، في الأول حفاظا على سلامة الشعب التونسي أو الجماهير أو عفوا الشعب السوداني أو الجماهير السودانية اللي بتتعلق بفريق المريخ السوداني في هذه المباراة، وكمان عشان يكون في تكافؤ فرص، يعني مفيش جماهير حضرت الاهلي او فاز 3-0 هنا في القاهره، لكن في نفس الوقت طبعا الجماهير يعني هتدي دافع قوي لاي فريق بيلعب على ارضه، لكن في كل الاحوال احنا كنا عارفين قرار الكاف اصلا ان ما يبقاش في جماهير في اي مباراه افريقيه. هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن حتى الان التقارير كلها بتقول ان مش هيكون في جماهير رغم اعلان المريخ سابقا على ان هيكون في جمهور في هذه المباراه. هنشوف.
في كل الأحوال الأهلي مركز في كيفية الفوز بإذن الله تعالى أو الخروج على أقل تقدير بنتيجة إيجابية في مباراة يوم السبت القادم أمام فريق المريخ السوداني.